لمساحتنا الصباحية ليلى. رح نروح نحكي عن موضوع جدا شائع ومنتشر بين الناس، وهو المرض الأول والأخطر بعالم الإنسان، وهي الأمراض القلبية. هلا حسب نسب الدراسات الطبية بيقولوا أنه أكثر سبب للوفيات هو عم بيكون بسبب الأمراض القلبية. اليوم رح نضوي على نقطة جدا مهمة وهي نقص التروية. اليوم شو يعني هذا المرض؟ وحسب ما خبرنا دكتورنا عم يكون من الأسباب الرئيسية للوفاة. رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر يا ليلى. تماما يا رشا. اليوم مثل ما بنعرف أنه انخفاض تدفق الدم هو بيسبب سوء بالتغذية أو لأسباب مختلفة، يمكن اليوم عدم التغذية لأسباب مختلفة، هذا الشيء بيؤدي ل نقص التروية. وأكيد اليوم نقص الخلايا أو عدم تدفق الدم إلى الخلايا أكيد بيمنعها من الاستمرار بالقيام بوظائفها. اليوم رح نحكي أكثر عن هذا المرض وأيضا الأسباب الأعراض وسبل الوقاية وأيضا عوامل الخطورة مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور محمد براء العسة، أخصائي في أمراض القلب والأوعية. يسعد صباحك دكتور. صباح. أهلا وسهلا فيك. صباح السادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا دكتور، وسعد صباحك. ودائما نحن نحاول بضمن صباحنا غير نضوي على هاي المشاكل كرمال تزيد الثقافة الطبية أو الصحية عند الناس. اليوم شو المقصود بنقص التروية القلبية؟ تمام. هلا بالبداية القلب هو عبارة عن عضلة وظيفتها ضخ الدم وتأمين التروية الدموية لباقي أعضاء الجسم، لكن هالعضلة أيضا بحاجة لتروية. هذه التروية بتتم عبر الشرايين الإكليلية يلي بتروي العضلة القلبية. هلا امتى بصير احنا عندنا شيء اسمه نقص التروية القلبية؟ نقص التروية بصير معنا وقت بصير في عنا عدم كفاية حاجة العضلة القلبية من التروية الدموية اللازمة لعملها. هلا هذا ممكن ياخذ شكلين، في عنا الشكل الحاد بما يسمى الذبحة الصدرية او الأزمة القلبية او المتلازمة الإكليلية الحادة، او الشكل المزمن يلي بيكون المريض مستقر لكن عم يعاني من اعراض، فممكن يكون عنا بهالشكلين. ممكن احنا يكون في عنا بشكل انه حالة شدة للعضلة القلبية اثناء عمل جراحي كبير او شدة بيتعرض الى الانسان، فممكن ايضا ولو كان عنا الشرايين الاكليلية هي ما فيها تضيقات كمان ممكن يصير عنا شيء اسمه نقص تروية قلبية مع شرايين سليمة. تمام دكتور، يعني مثل ما ذكرت بالمختصر انه هو بيحط من قدره عضله القلب لضخ الدم بكفاءه. اليوم دكتور اكيد في كثير من الاعراض ويمكن امراض القلب بتتشابه ببعض الاعراض، خلينا نحكي اليوم عن اعراض نقص الترويه والاكثر يمكن شائعه اليوم. تمام. هلا مهم جدا لحنا نعرف ونعرف الساده المشاهدين عن اعراض نقص الترويه القلبيه لانه هو مرض خطير، هو حيث يتظاهر عنا باشكال متعدده. هلا في عنا احد ثلاث اشكال ممكن يجينا مريض نقص التروية القلبية. هلا الشكل النموذجي او الشكل الكلاسيكي هو ممكن يتظاهر بألم صدر خلف القص او جانب الصدر الايسر، ضاغط عاصر منتشر للذراع اليسرى او للذراعين، ممكن يترافق مع اعراض ثانية مثل تعرق او غثيان، بيتحرض بالجهد، بخف بالراحة او بنترو جليسيرين. هذا بنسميه احنا الشكل النموذجي، لكن مو شرط ابدا ان احنا يجينا المريض هيك، احنا في عنا اشكال ثانيه ممكن المريض فقط يتظاهر بشكل ضيقه نفس او لهته او زله تنفسيه على الجهد، ما يكون في الم صدر ابدا. وفي عنا احنا الشكل الثالث والاكثر خطوره اللي هو الشكل الصامت من نقص الترويه القلبيه، ما المريض ما عنده اي عرض ابدا. يعني هذا يعني اخطر انواع. تمام تمام. المريض غير عرضي، احنا بخلال فحص روتيني بنكتشف انه في عنده علامات لنقص الترويه القلبيه، ما عنده اي عرض. هلا خاصه هي بنشوفها عند كبار السن او مرضى السكري. طيب دكتور ذكرت انه ممكن تصيب مرضى السكري او كبار السن، اذا بدنا نرجع للاعمار، هل اليوم هاد الحاله متعلقه بعمر ما او ممكن نشوف اليوم اشخاص باعمار كثير صغيره عندهم هاي المشكله؟ تمام. هلا هو علميا نحن التقدم في العمر هو عامل خطوره للامراض القلبيه الوعائيه، نحن كل ما زاد العمر زادت الخطوره. هلا انه نحن عم نشوف باعمار مبكره الامراض القلبيه، طبعا نحن هي عم نشوفها بشكل متواتر اكبر. السبب انه في عنا زياده بعوامل الخطر، الغذاء غير الصحي، الضغوط النفسيه هي بتزيد هالقصه. هلا كمان نحن في عنا جانب التسليط الاعلامي على هالنقطه، هذا جانب كمان. هلا هي بالاساس كانت موجوده لكن هالامور
زادت هلا بهالفتره مثل ما حكينا انه عوامل الخطر نحن عم تزيد، نمط الحياه الحديث يلي هو يميل للراحه وعدم النشاط، الغذاء غير الصحي، هي كله عوامل عم تساهم بالامراض القلبيه عند الشباب. هي من الاسباب فينا نقول؟ تمام. طيب وراثيا دكتور؟ وراثيا طبعا نحن في عنا عوامل وراثيه للامراض القلبيه الوعائيه. هذا خاصة القصة العائلية الإيجابية، الأمراض القلبية خاصة بأعمار مبكرة، اللي عنده أب أو أخ أو أخت أنه في عندهم أمراض قلبية بأعمار مبكرة، فهذا عامل خطر مهم ونحن يستدعي الانتباه لهيك مريض يعني. طب دكتور، مين من الجنسين أو الفئات، الرجال أو النساء، اللي هن أكثر عرضة للإصابة بنقص التروية؟ تمام، يعني خلينا نحن نحكي عن عوامل الخطر للأمراض القلبية الوعائية. هلأ في عنا نحن نوعين من عوامل الخطر، في عنا عوامل الخطر القابلة للتعديل، عوامل الخطر غير القابلة للتعديل. هلأ بالنسبة لعوامل الخطر غير القابلة للتعديل، مثل ما ذكرتي أنه الجنس، هلأ علميا الذكور هم أكثر إصابة بالأمراض القلبية الوعائية. هلأ النساء بعد سن الضهيج ممكن كمان تزيد عندهم النسبة بشكل مقارب للذكور، لكن بشكل عام جنس الذكر هو معرض أكثر للإصابة بالأمراض القلبية الوعائية. عوامل الخطر غير القابلة للتعديل أيضا العمر، نحن ما فينا نغير العمر، لكن تقدم في العمر مثل ما حكينا بيزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية. ممكن الأعراق، في أعراق معينة عندها نسب إصابة أكبر من أعراق تانية. هي بالنسبة لعوامل الخطر غير القابلة للتعديل. أما القابلة للتعديل وهي الأكثر أهمية والمفروض نحن نوليها أهمية كبرى، لأنه هي لها علاقة بالوقاية. أكثر خطورة تكون دكتور؟ لا مو شرط تكون أكثر خطورة، لكن هي أهميتها أنه نحن بنقدر نتداخل عليها من شان حماية المريض. منها التدخين، منها الداء السكري، منها ارتفاع الضغط الشرياني، منها ارتفاع الكوليسترول، منها نمط الحياة فيها قلة نشاط، الغذاء غير الصحي، البدانة، ممكن الضغوط النفسية أيضا هو عامل خطر مهم، والأمراض النفسية. طيب كونك ذكرت، خلينا نبلش من آخر نقطة ذكرتها حضرتك اليوم. حكينا بالأسباب هيك بشكل عام بين نمط الحياة، بين الأمراض الوراثية، ولكن اليوم الشق النفسي جدا مهم. يعني اليوم شفنا اليوم في نسبة كتير كبيرة من الشباب أصيبوا بجلطات قلبية مفاجئة بسبب العوامل النفسية. قد اليوم نقص التروية متعلق بهي الحالة والضغوطات النفسية؟ تمام، مثل ما حكيت العامل النفسي والضغوط النفسية والأمراض النفسية هي عامل مهم وعم يأكدوا عليه حديثا بالتوصيات الحديثة، أنه المفروض تكتشف وتعالج، ما نتركها، يجب أن تعالج، لأن المرض النفسي هو عامل خطر للأمراض القلبية الوعائية. هلأ طبعا نسبة عند الشباب هي عامل، لكن ما شرط تكون هي، ممكن تكون شيء وراثي يعني غير مكتشف، ظاهر عند هذا الشاب أنه هو عامل وراثي، ممكن يكون جانب منه نفسي. لكن بشكل عام لحنا مريض نقص التروية القلبية لحنا لازم نتحرى عن الموضوع النفسي عنده، ويجب أن يعالج بشكل صحيح. ودي هلأ منتشر دكتور؟ هلا انتشار الضغوطات، يعني الضغوطات صحيح الحياه صحيح طبعا الاجتماعيه الاقتصاديه، اكيد هو احنا كل ماله عم تزيد هالامور، ولذلك احنا لازم نولي قدر كبير من الاهميه. تمام دكتور، اليوم ما يعني فينا نقول الاشخاص اللي بيرتفع عندهم الضغط او الاشخاص اللي بده يبلش معهم نقص التروية، ممكن تبلش الاعراض او ممكن تبلش الحالة معهم بتخربطات بالضغط، الانخفاض والارتفاع او العكس صحيح؟ هو الارتفاع، يعني الارتفاع الاخطر، ارتفاع الضغط هو الخطر. نحن بالعكس، نحن كل ما كانت قيمة الضغط أقل بالعكس هو أبعد عن الأمراض القلبية الوعائية. نحن في كثير مثلا المرضى الشباب، ما فينا نسميهم مرضى، المراجعين الشباب أو الصبايا اللي بيجونا بيقولوا لي أنا ضغطي نازل، بقول له بالعكس أنت أفضل، هذا الضغط المثالي، أنت أبعد عن الأمراض القلبية الوعائية. الخطورة هي بالضغط المرتفع وليس حتى لو كان في هبوط حاد بالضغط دكتور؟ لا، الهبوط الحاد هذا أمر ثاني، موضوع ثاني، يكون بسياق مرض ثاني بس بعيد عن الأمراض القلبية. تمام، هلا هذاك بسياق مرض ثاني بده علاج. أما بشكل عادي المريض مرتاح، ضغطه والله 9-10، هذا كتير ممتاز يعني. طب دكتور، الضغط اللي بيقولوا مثلا 10-8، أينه الضغط اللي بيكون مثالي؟ بيقولوا ضغط رياضي، هذا الشخص ضغطه رياضي يعني. تمام، هلا الضغط المثالي بالتعريف هو تحت 120/80 ملم زئبقي أو 12/8 يعني.
تحت 12/8 هذا بنسميه الاوبتيمال او المثالي وهو الافضل يعني. يعني 5 6 الخمسة او 6 وقت اللي بيطلع ضغطه الانبساطي قصدك إيه هذا شيء طبيعي شيء طبيعي ومنيح. طيب خلينا طبعا نحن في غياب اذا كان مريض لا عرضي ما عنده اي شيء ثاني. طيب خلينا دكتور نروح برحله العلاج وقت اللي بيكون المريض بيتم تشخيص الحاله من قبلك وبتروح برحله العلاج، خلينا نحكي اليوم بخطوات العلاج. تمام هلا بالنسبه للعلاج الامراض نقص الترويه مرض نقص الترويه هو من اكثر الامراض الذي خضع للدراسات والتجارب السريريه لشيئين، هو بسبب انه اهميته ولسبب شيوعه. نعم. فكثير اجرت دراسات عليه. في عنا طيف واسع من العلاجات بالنسبة لأمراض نقص التروية. هلأ نحن على شقين، هلأ نقص التروية الحاد له تدبير معين، نقص التروية المزمن له تدبير معين. نقص التروية الحاد نحن بنعطي المريض مميعات بجرعات كبيرة، ممكن حالات خثرة، ممكن نتداخل عليه بقسطرة إسعافية، بالون، شبكات، حسب الحاجة عند الحالة. بالنسبة لنقص التروية المزمن الحجر الأساس بيكون فيه هو ضبط عوامل الخطورة، العلاج الدوائي. في حالات معينة نحن نضطر نجري لمريض قسطرة قلبية ونعمل صورة للشرايين إذا في تضيقات وفي تعنيد على العلاج الدوائي فنحن بنساوي توسيع للمريض. هي بشكل عام خطوط العمل. دوائياً المريض يعني كل حياته ماشي عليها؟ طبعاً. هلأ نحن أمام حالي اليوم ما نال الشفاء دكتور؟ هلأ إذا نحن شخصنا مريض نقص تروية قلبية فهو العلاج طويل الأمد، خلينا نقول طويل الأمد لأغلب الأدوية. طب اليوم دكتور حضرتك ذكرت كثير من الأسباب اللي هي ممكن إنها تسبب نقص التروية، هل الوزن الزائد دائما بيقولوا الوزن الزائد بيسبب كثير مشاكل صحية، هل هو من أحد الأسباب أيضا لنقص التروية؟ طبعا هو عامل خطر مدروس ومعروف وشيء اسمه المتلازمة الاستقلابية وهو عامل خطر الأمراض القلبية. احنا المريض النقص التروية بننصحه انه ينزل وزنه بحيث يكون عنده البي ام اي بودي ماس اندكس يكون بين 18.5 لل 25، هذا المفضل في حالة هيك مريض يعني. طيب دكتور اليوم حكينا بالاسباب يعني، واليوم وقت بدي اقول لك خلينا نحكي بغير طرق وقائية، حتقلي الدخان، حتقلي نظام الغذاء، ولكن اليوم بعض الاشخاص او خلينا نقول معظم الاشخاص محكومين ضمن ضغوط عمل، اوقات دوام، يعني اليوم عم يروحوا للوجبات السريعة، عم بيكون في ستريس، او عم بيروحوا للتدخين، يعني خلينا نقول فشل الخلق، وهذا الشيء عم بيكون سلبا على الصحة الجسدية والنفسية ايضا يعني. وقائيا اليوم يعني شو ممكن احنا نذكر؟ تمام، الوقايه شيء مهم جدا بالنسبه لامراض القلب ونقص الترويه القلبيه. الوقايه في عنا نحن عده امور، هلا المهم نحن نثقف المريض بالمرض. لازم يعرف شو مرضه، شو الياته، يكون عنده فكره ولو مبسطه عن مرضه، نشرح له منيح يعني. لانه هي لها علاقه بالالتزام بالدواء والعلاج لنجاح الخطه العلاجيه. الوقاية تعتمد على ضبط عوامل الخطورة. على رأسها اللي عنا ضبط الداء السكري، يكون السكر مضبوط، السكر التراكمي أو الخضاب الجلوكوز يكون تحت 7%، الضغط الشرياني يكون مضبوط بين 12-13 الانقباضي، ضبط الكوليسترول خاصة الـ LDL يكون تحت 55، البدانة حكينا عنها، زيادة النشاط الفيزيائي، الرياضة على الأقل يكون في عنا مشي كل يوم نص ساعة، في عنا الضغوط النفسية والأمراض النفسية بدها علاج كمان. يمكن اليوم ترافق حضرتك بحالة نقص تروية مع طبيب نفسية؟ أكيد طبعا. في كتير مرضى لا احنا ممكن نحولهم على طبيب نفسي لمتابعة العلاج، هذا جزء احنا من الخطة العلاجية الكاملة. طيب الأدوية ما بتأثر اليوم حكيم على علاجك بنقص التروية؟ يعني إذا راح اليوم طبيب النفسي لإعطاء المهدئات أو أدوية الاكتئاب؟ طبعا هلا احنا بنوجه الطبيب النفسي انه هذا المريض مو كل الادويه بتناسبه، هلا في بعض الادويه اكثر امانا من الادويه الاخرى، يعني الادويه المسموحه بنقول له احنا للمريض انه ايه هذا منيح، هذا بالتشاور والنقاش مع الطبيب النفسي.
طب دكتور، عم تذكر رحلة العلاج اللي منها بالأدوية واللي منها ممكن أنه تحتاج لجراحة، هل رحلة العلاج في أغلب الحالات بالأدوية ممكن أنه هذا المريض يشفى من نقص التروية بشكل تام، أو ممكن بده يضل يستمر مدى الحياة على هذا العلاج؟ هلا مثل ما حكينا، احنا العلاج الدوائي هو علاج طويل الأمد. احنا في نسبة كبيرة من المرضى بيستجيبوا للعلاج ويكون وضعهم كتير منيح ومستقر ومسيطر عليه بالأدوية. في بعض المرضى لا، بيعندوا على العلاج الدوائي. هون نحن نلجأ للقصرة القلبية لنشوف الأسباب ليش عندوا على العلاج. هلا احنا بعد القصرة القلبية ممكن نقول للمريض أنت بحاجة توسيع بالبالون أو شبكات، أو في بعض الحالات الصعبة بنقول له لا، أنت بحاجة جراحة. ممكن هاي الحالات دكتور انه تتفاقم لحتى تتحول لقسطرة او لجراحة في حال انه الشخص هو ما التزم بالدواء او ما التزم مع طبيبه اليوم؟ اكيد اكيد طبعا. عدم الالتزام نحن بيزيد مشاكل الشرايين وبيزيد الانسدادات، وبالتالي مثل ما حكينا الحالات الصعبة بيكون على مستوى عدة شرايين اكليلية، نحن بنقول للمريض انت بدك استشارة جراحية، يعني تمام. قلب مفتوح. طيب دكتور، مثل ما العنصر الوقائي والعلاجي مهم بحياة الإنسان بأي مرض اليوم، نحن معنا يعني إذا بدنا خلينا نقول نعمم هاي الحالة، خلينا نروح لموضوع التشيك. اليوم المريض وقت اللي بيجي لعندك بيعرف انه عنده نقص تروية، احيانا تضطر اليوم لفتح بالون لعمل قسطرة. اليوم التشيك الدوري قديه مهم؟ اليوم شو بتنصح مريض النقص التروية يعني بين كل 6 شهور 3 شهور؟ يعني طبعًا. ما احنا اخذنا الادوية خالصين؟ تمام، مهم جدا المتابعة مع المريض، يكون مريض متابع مع طبيبه. يعني احنا بنقول لمريض نقص التروية يفضل كل 3 إلى 6 شهور يراجع العيادة منشان التأكيد على وضعه السريري، فحوصاته، خاصة ضبط الكوليسترول، هذا شيء مهم. نحن منتابعه دوريا، مفروض نحن كل شهرين لحتى نسيطر على رقم الكوليسترول، أيضا أرقام الضغط، أرقام السكر. فالمتابعة الدورية جدا مهمة، ومتابعة العلاج جدا جدا مهمة. حتى يمكن الأشخاص اللي عندهم عوامل وراثية هنون اللي لازم دائما يشيكوا على هذا الموضوع أكيد. أكثر من غيرهم أكيد طبعا، اللي عندهم قصة عائلية لحنا حتى الشخص العادي، التوصيات العامة لحنا أي مريض حتى ولو ما عنده أي شيء لازم أي حدا ولو مرة في العمر أنه يعمل تحليل كوليسترول على الأقل. والله دكتور، بضمن الظروف اللي عم نعيشها والضغوطات النفسية يعني لكل الناس، مفروض اليوم يكون هذا الحديث عام. نعم. اليوم وقائيا تشيك الدوري عند ملاحظة أي أعراض من العوارض. نعم. اللي الأعراض. نعم. اللي ذكرتها. نعم. شكرا دكتور اليوم لحضورك ولكل المعلومات اللي ذكرتها، ودائما نقول بالصحة والسلامة للجميع، وزيارة الطبيب يعني هي حتوفر رحلة علاج كتير طويلة. أكيد أكيد أكيد. شكرا لك دكتور، أكيد بنتمنى السلامة للجميع، بقية النهار حلو لك. إن شاء الله، شكرا لكم، أهلا وسهلا.